سلام، اليوم الفيديو راح يكون غير. اليوم ما راح يكون فيه جيم بلاي، راح يكون فيه افلام. في اول الفيديو قلت اني راح انزل عن الافلام، وراح انزل كل فترة اللي هو كل ويكند راح انزل عن افضل الافلام او افلام مناسبة انك تشوفها في الويكند او شيء زي كذا. بس اليوم لا، اليوم قررت انه انزل افضل الافلام لافضل المخرجين بالنسبة لي. فأنا مرتبهم هنا، بس ما هم بالترتيب من الأفضل للأسوأ ولا الأسوأ للأفضل، لا مرتبهم عشوائيا فقط كذا. ذكرت الاسم وحطهم. أول مخرج اللي صراحة عرفته، ما عرفته قريب، أنا أعرفه من زمان بس قريب مسكت أفلامه كلها ورا بعض. طبعا المخرج هو كوينتن تارنتينو، غالبكم يعرفون فيلم بوب فيكشن اللي هو أشهر فيلم للمخرج هذا. اللي يميز كوينتن تارنتينو عن غيره من المخرجين انه هو اصلا من نفسه من زمان واحد كذا يحب الافلام، كذا يموت يعشق شيء اسمه افلام وباب شو اسمه بوب كلتشر وهذه الاشياء من زمان. فاغلب افلامه تشوفون دائما يكون فيه رفرنس اللي هو زي ما تقول ايسترين. كوينتن تارنتينو يستخدم نظام النون لينير ناريتيف اللي هو زي ما يقول لك القصه بشكل غير خطي، عارف؟ فمثلا في باب فيكشن وريزرفوار دوغز، طبعا ريزرفوار دوغز كان اول فيلم له، كان بداية الفيلم في النهاية نفس نظام باب فيكشن، بداية او اللقطة اللي في البداية في المطعم هي اللي في النهاية اصلا. فهو كذا نظامه، يبدأ عكس او يبدأ ملخبط، وانت خلاص انت كمتابع انت اللي تضبط. فافضل افلام المخرج هذا بالنسبة لي اللي هي انجلوريوس باسترد، ريزرفوار دوغز، واكيد بالب فيكشن. طبعا معلومه غريبه عن المخرج هذا انه هو كذا قرر زمان، اوكي انا بسوي 10 افلام بس. ليش؟ ايش السبب؟ انا ما ادري، انا طبعا ما ادري من جد، انا ما بحثت ايش اللي صار. طبعا هو نزل فيلم قريب اللي هو وانس ابون ا تايم ان هوليوود، انا ما شفته بس نفسي اشوفه، لا خلوا بس ينزل يحمل امه. المخرج الثاني اللي هو ادجار رايت. ادجار رايت يعني مخرج افلامه من النوع اللي شوفها مرتين وثلاث وعشر ما تطفش، لانه اصلا الفيلم حقه كذا مريح للنظر وللسمع. فاللي يتميز اصلا عنه هذا المخرج هذا ادجار رايت انه دايم يسوي سينك او دايم يربط الحركات اللي تصير في الفيلم بالموسيقى زي اللقطة هاي. فكرته غريبة أصلاً في اختيار الأفلام، وهو له مقابلة يقول فيها إنه يختار شيء مشهور ويسويه بطريقته. طبعاً في واحد من أفضل أفلامه اللي هو شون أوف ذا ديد، كان إيش يسوي او ايش الفكره حق الفيلم؟ الفكره حقه انه زومبي. طبعا افلام الزومبي مستهلكه، من جاء واحد قال يلا يا شباب جيب فيلم زومبي يلا سوي. بس هذا غير، برضه فيلمه بيبي درايفر، طبعا نزل بيبي درايفر قبل سنتين اتوقع او سنه، والله ماني ذاكر التاريخ بالضبط. ف بيبي درايفر نزل على وقت كانت افلام السيارات والسباقات وسرقه البنوك مشهوره، فاست اند فيوريوس والطقه هذه. فانا انصح اللي ما قد شاف الفيلم يشوفه، واللي كتشافه يرجع يشوفه مرة ثانية ما يفرق معك. ثالث مخرج، وما هو بالترتيب ولكن هنا مكتوب الثالث، كريستوفر نولان. كريستوفر نولان معروف أو أغلبكم يعرفونه بسلسلة أفلامه حق باتمان، كانت أفلام أسطورية يعني، ما أدري يمكن تكون كاملة ما فيها أي غلطة. اللي مشهور عنه هذا المخرج أنه دايم يركز على الوقت، بس غير عن كوينتن تارنتينو في البداية. لا، كريستوفر نولان يجيب لك أحداث جالسة تصير بس في أوقات مختلفة وكلها تؤدي لهدف واحد، زي آخر فيلم له اللي هو دانكر. كان الفيلم يتقسم لثلاث حقب زمنية زي ما تقول، حلو، اللي في البداية، اللي في الشاطئ، واللي في الطائرة، واللي في البحر. هذول الثلاثة طبعا، اللي في الطائرة كان منظوره بس ساعة، واللي في البحر كان يومين كذا أو يوم. فطبعا كلهم كانوا يودون لنفس الحدث اللي هو الانفجارات والاشتباك. عندك برضو فيلمه انسبشن اللي هو الحلم داخل حلم داخل حلم، فكان تأثير الوقت في الحلم الاول
غير عن التأثير هنا، يعني الثانية هناك هنا بثمان ثواني. برضو عندك فيلم انترستيلر، انترستيلر كان الساعة في الفضاء تعتبر 7 سنوات في الأرض. برضو عنده فيلم ممنتو، ممنتو الفيلم هذا قريب من طريقة كوينتين تارانتينو بس بشكل ثاني. يعني الفيلم بدأ بدأ الفيلم في النهاية حلو وانتهى في البداية، ما أدري كيف، بس روح شوف الفيلم. الرابع اللي هو ستيفن سبيلبرغ، ستيفن سبيلبرغ سوى واحد من أفضل أفلام السفر عبر الزمن بالنسبة لي حلو، اللي هو Back to the Future. Back to the Future اللي قد شافوا لو تشوفون كمية الشغل اللي فيه، كان مثلا واحدة من اللقطات انه نفس الشخصية يتكلم، او الشخصية هذه تتكلم مع نفسه من المستقبل او من الماضي، فكان الفيلم جميل. برضو له فيلم ثاني مبني على قصة حقيقية اللي هو Catch Me If You Can، هذا يمكن شفته 4-5 مرات، صح انها تعتبر عند بعض الناس تعتبر ولا شيء، 4 ولا 5 مرات عند الناس تعتبر دين. بس شباب هنا صناعة الفيديو، اتمنى ان المحتوى هذا اعجبكم حق الافلام، و إذا عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات واعطوني لايك عشان أعرف إن هذا الشيء عجبكم وراح أكمل عليه إن شاء الله. في محتوى وعالم الأفلام والمسلسلات عالم مليان وعالم كبير، فإذا عجبكم هذا الشيء راح أواصل عليه. هو مفروض إنه ينزل هذا الفيديو في الويكند بس انضرب معي الجدول، ينزل يوم الثلاثاء. فبس أتمنى إن الفيديو عجبكم، ويلا مع السلامة. نسيت ما أقول لكم حاجة، شكراً على 100,000 مشترك، صراحة ما أدري إيش أسوي ولا أدري إيش أتفاعل ولا أدري أصلاً إيش أقول. يعني وصلنا 100,000 في خلال أسبوع، يعني ما أدري والله، ما أدري إيش أقول غير الحمد لله وهذا بفضل الله. شكراً لكم جميع اللي اشترك واللي من البداية كان يدعم الفيديوهات واللي كان يسوي ميمز في الانستغرام واللي يمنشني على مقاطع، كلكم شكرا لكم. ف بس والله ما ادري ايش اقول غير الله يسعدكم.